خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح في الامارات وتحديدا في اماره عجمان، نعرف اخبار الفريق واخبار بعثه النادي الاهلي والمران النهارده وزياره كابتن محمود الخطيب. يا فاروق مساء الخير واهلا بيك معانا في السادسه. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، برحب بك يا احمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني عايز اطمن منك واطمن جماهير النادي الاهلي على معسكر الفريق في الامارات، الشغل والتدريبه اللي عرفت يمكن كانت من حوالي ساعتين النهارده، واستعدادات الفريق لمواجهه طبعا اولى ماتشاته الوديه، مفترض انه هيلعب ماتشين، مش عارف تم الاتفاق فعلا على ماتشين، عارف بكره في مباراه الاخدود السعودي واحتمال يبقى في مباراه ثانيه. يعني بالفعل زميلي احمد اليوم كان الفريق يعني منذ ساعتين كان انتهى تدريب النادي الاهلي، وده التدريب الثالث لفريق النادي الاهلي هنا في الامارات. اليومين الماضيين يوم السبت والاحد الفريق خاض تدريباته على ملعب نادي شرطه عجمان. مستر كولر فضل انه يغير ملعب التدريب وادى اليوم تدريبه الاول في على ملعب نادي الحمريه او ملعب بهذا الملعب. مستر كولر فضل اختيار هذا الملعب لان مساحته اكبر شويه، طبعا نادي شرطه عجمان اللي كان بيتدرب عليه الفريق مساحته يعني مساحه الملعب صغيره شويه او ابعاد الملعب صغيره، مستر كولر فضل يكون مساحه الملعب افضل واوسع يعني في بعض الامور الفنيه واساليب اللعب اللي عايز يطبقها وعايز مجموعه الناشئين الموجوده تتعود على هذه المساحه، لذلك تم تغيير ملعب التدريب وخلاص تم الاستقرار ان ده الملعب اللي النادي الاهلي هيستكمل كافه تدريباته عليه خلال فتره المعسكر. الملعب وارض يعني ارض الملعب وابعاد الملعب نفسه وقربه ايضا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي لقى استحسان مستر كولر اللي اشاد بالملعب جدا وقال بالفعل هو ده اللي هي دي نوعيه الملعب ونوعيه الارض اللي انا محتاج ان اللعيبه تتعود عليها، خاصه اللعيبه الناشئين عايزهم يتعودوا على هذه الابعاد. يعني التفاصيل دي يا زميلي احمد بتوصل لك وتوصل لك نقطة مهمة جدا، يعني انت قلتها في مستهل كلامك ان مستر كولر خلاص ابتدى يحط عينيه على بعض اللاعبين ان هم يكونوا موجودين يعني بصفة مستمرة مع الفريق خلال الفترة القادمة. اكتر من لاعب بيظهر بشكل مميز جدا بنشوفهم، شوف لعيبة في خط الدفاع، بنشوف اللاعب معتز محمد، بنشوف احمد عبدين، واحمد عبدين ده اصغر. شايفين كابتن خطيب زيارة لتدريبة النهاردة فاروق، فيا ريت تكلمني طبعا بعد استلامه جائزة افضل نادي في الشرق الاوسط يوم الجمعة اللي فات، جائزة دبي جلوب سوكر، النهارده كان في زياره لمعسكر الفريق. يعني بالفعل زميلي احمد الكابتن الخطيب النهارده يعني تواجد مع البعثه لبعثه فريق النادي الاهلي، ويعني طبعا بعد تتويج النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط لهذا الامر مدي يعني حاله كبيره جدا في كل مكان بنقابل فيه يعني الاخوه الاماراتيين. انت هنا يعني النادي الاهلي او العلاقه الوطيده اللي ما بين الشعب المصري والشعب الاماراتي لما بيتكلموا على النادي الاهلي بيقولوا النادي الاهلي ده مش بتاع مصر بس، النادي الاهلي ده بتاعنا كلنا بتاع الوطن العربي. اتكلموا على قيمه الكابتن الخطيب، على يعني ضروره يعني نعتز بقيمه زي الكابتن محمود الخطيب. يعني بعض الاخوه في اثناء تواجدنا في التدريب سواء في نادي شرطه عجمان بيقولوا هو مين غير النادي الاهلي ياخد افضل نادي في الشرق الاوسط، كلنا بنحط قدام عينينا النادي الاهلي مثال في الاداره، مثال كعمل مؤسسي ان يكون قدوه لينا. طبعا الكابتن الخطيب بعد تتويج النادي الاهلي بهذه الجائزه توجه النهارده وتواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي، حضر يعني مران فريق النادي الاهلي، اجتمع مع اللاعبين مع الجهاز الفني، وصل رسائل مهمة جدا سواء للعيبة الكبار أو للعيبة الناشئين، كلام مهم جدا للعيبة بضرورة استغلال الفرصة. اللعيبة الناشئين يعني زي من نفس الكلام أو الإطار اللي تحدث فيه مستر كولر الكابتن الخطيب مع اللعيبة إن الفرصة في النادي الأهلي أو في الفريق اللي دايما بيدور على البطولة خاصة للعيبة الناشئين ما بتجيش كتير، لذلك كل اللعيبة عليها إن هي تستغل هذه الفرصة. صدى الزيارة أو صدى تواجد الكابتن الخطيب واجتماعه مع اللعيبة الناشئين إدى يعني أو اللعيبة كلها إدى روح معنوية ورفع روح معنوية بالنسبة للاعبين الناشئين اللي شفناهم النهارده في المران الاخير للنادي الاهلي، يعني حاله معنويه مرتفعه جدا، كل لعيب بيحاول يثبت نفسه قدام مستر كولر قدام الكابتن الخطيب، فاعتقد هتكون مجموعه مهمه جدا ومميزه جدا. طيب خليني يا فاروق اروح لملف ثاني مهم جدا بالنسبه للجماهير، ملف المصابين اللي باعدوا يمكن لفترات طويله، واعتقد برضو واحد من اهداف المعسكر ده فاروق انك انت خصوصا بعد اكتمال البرامج التأهيليه الخاصه بيهم انك انت تطمن ان هم يرجعوا فورمه، انت عارف احنا ان شاء الله باذن الله لو استمر مشوار منتخبنا لغايه النهايه هكذا نتمنى يعني هنرجع على بطوله افريقيا، بالتالي في اوراق مهمه كتير عندك. وسام ابو علي الوافد الجديد عايزك تكلمني عنه، شايفه ازاي دخل مع الفريق ازاي الايام الاخيره،
مستواه يعني قريب ولا الى حد ما ممكن يبقى بعيد شويه ومحتاج وقت. المصابين زي رضا سليم، زي محمود متولي، زي احمد نبيل كوكا، انتوني مودست، يهمني برضو اطمن منك على حالته، مستواه الفني والبدني اخباره ايه؟ يعني هطمنك على كافه هؤلاء المصابين زميلي احمد، وبعد ما نطمن على المصابين هنتكلم على الامور الخاصه التنظيميه طبعا بمباراه الغد، المباراه الاولى للنادي الاهلي. ملف المصابين، ويا احمد انت دايما كنت في يعني في اثناء تواجدي معاك او تواجد الزملاء طبعا بتسال على ملف المصابين وخاصه اللعيبه الغايبه لفترات طويله. خليني اقول لك طبعا ان مستر كولر وبالتنسيق مع رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد جاب الله تم طبعا يعني اللعيبه المصابين سواء رضا سليم سواء محمود متولي او احمد نبيل كوكا فضل عدم حضورهم معانا هنا الى هذا المعسكر، ويعني لضروره استكمال البرنامج التاهيلي في بعض الامور التاهيليه خاصه بالاشعه. الامس كان في ليا كلام مع الدكتور احمد جاب الله، طمني على رضا سليم، طمني على احمد نبيل كوكا، طمني على محمود متولي. تقدر تقول يعني ان شاء الله عقب عوده الفريق من هذا المعسكر يبدا اللعيبه على يعني ياخدوا اجزاء من المران الجماعي، تاخد انت عارف طبعا بتدي اجزاء في الاول طبعا. ممكن ربع ساعه نص ساعه، لكن خلينا اجزم لك الامر واحسم لك امر مهم جدا، اللعيبه هيكونوا كلهم جاهزين لمواجهه طبعا. نتمنى استمرار المنتخب المصري في مشواره الافريقي ويتوج ان شاء الله بكاس امم افريقيا. ان شاء الله اللعيبه دي هتكون جاهزه، باكد لك هذا الامر، جاهزين لمواجهه فريق شباب بلوزداد اللي هتكون المواجهه الاولى. دكتور جاب الله بالامس يعني كان في بعض الاشعه بتجرى للاعبين، اطمن على كافه الامور الخاصه بهم، وايضا بطمنك على خالد عبد الفتاح. من النقاط المهمه جدا يا احمد وانت فتحت ملف المصابين، كريستو، يعني انا كريستو واحد من اللعيبه اللي يعني شايفه في المعسكر منذ اول يوم عائد من الاصابه بروح مختلفه تماما. كريستو مستر كولر اجتمع معاه قال له يعني اي كلام بيتقال على وسائل التواصل الاجتماعي، انت واحد من العناصر المهمه الموجوده معايا. كريستو بيظهر في التدريبات بشكل مميز جدا، اعتقد كريستو بعد عودته من الاصابه والظروف ان التوقيت هذا المعسكر فرق جدا مع لاعب زي كريستو اللي بيظهر بشكل مميز جدا، واعتقد هيكون ورقه مهمه جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وسام ابو علي واحد خلاص من اللعيبه اللي برضو يا احمد ظروف ايضا وتوقيت المعسكر فرق معاه جدا، خاصه في بداياته مع النادي الاهلي كان محتاج هذا المعسكر انه يدخل يتعود على اجواء النادي الاهلي. خلاص ما تحسش ان وسام غريب على النادي الاهلي، خلاص لعيبه كتير جدا سهلت عليه هذا الامر، سواء كباتن النادي الاهلي رامي ربيعه، عمرو السوليه، طاهر محمد، طاهر قفشه، اكرم كريم، كل مجموعه اللاعبين بتتكلم معاه، خلاص دخل الاجواء، بدا بيبقى في بقى يعني المدعبات والهزار ما بينه وما بين انتوني مودست. انتوني مودست يا احمد، وانا عارف ان انت يعني دايما برضو تحاول تطمن على انتوني مودست. انتوني مودست لو سالت على انتوني مودست قبل مباراه فيوتشر مختلف تماما عن ما فيما بعد مباراه فيوتشر. الهدف والبطوله فرق كبير جدا مع انتوني مودست، مش مع نفسيا اكتر كمان مع علاقاته مع اللاعبين، علاقته مع الجهاز الفني. خلاص يعني انتوني مودست خد الثقه اكتر، نفسيا بقت الامور بالنسبه له، بشوفه في التدريبات بقى في شراسه اكتر، يعني التحاماته شراسته على 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 كل كوره. اعتقد يعني ظروف مباراه السوبر اكتر حد استفاد من هذه المباراه الى جانب تتويج النادي الاهلي هو انتوني مودست، لان ظروف المباراه صحيح فرضت عليك سيناريو اكتر واحد استفاد منه هو انتوني مودست. طيب اتكلم معاك على ماتش بكره، عايز اعرف الاول هل تم الاتفاق على مباراه ثانيه ولا لسه الامور ما زالت لم تحسم، ونتكلم على تحضيرات ماتش بكره، ميعادها، ملعب المباراه، هل هيكون فيها حضور جماهيري ولا لا، ورهان كولر بكره هيدي فرصه اكتر للشباب واللعيبه اللي تصعدت مع الفريق الاول ولا هيعتمد على القوام الاساسي للفريق؟ يعني خليني يا زميلي احمد اقول لك ان خلاص تم الحسم هذا الامر، النادي الاهلي هيخوض لقاءين وديين، واللقاء الاول هيكون غدا امام فريق الاخدود السعودي، المباراه هتكون في تمام الساعه 5 بتوقيت الامارات، 3 بتوقيت القاهره، المباراه الثانيه هتكون امام فريق حتى الاماراتي، وهتكون ايضا يوم الجمعه 26 يناير هتكون على ملعب نادي حتى، المباراه ايضا توقيتها هيكون في تمام الساعه 5 بتوقيت الامارات، 3 بتوقيت القاهره. طبعا الحضور الجماهيري غدا ان شاء الله مفتوح المباراه لكل الجماهير. خليني اقول لك ان برضو يا احمد تم يعني هذا الامور دي بالتنسيق مع الشركه المنظمه لمعسكر النادي الاهلي كافه الترتيبات الخاصه بهذه المباراه. المباراه هتتلعب على ملعب نادي اتحاد الكلباء، وده يعني بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي بساعه. هيتم فتح ابواب الجماهير الملعب او الاستاد للجماهير، وخليني اقول لك ان الكلام ده مهم جدا لكل جماهيرنا اللي تابعنا من كل مكان، ان هيتم فتح
فتح ابواب الاستاد للجماهير هيكون في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت الامارات، هتكون الساعه 1 ظهرا بتوقيت القاهره يتم فتح ابواب الجماهير. طبعا تم يعني توضيح الابلكيشن الخاص بحجز تذاكر، وخليني اقول لك اسعار تذاكر بتتكلم على الدرجه الاولى تكون ب 75 درهم، الدرجه الثانيه تكون ب 50 درهم. المكان اللي هيتلعب فيه المباراه او نادي اتحاد الكلباء عدد كبير جدا من الجاليه المصريه، من المصريين المتواجدين، ايضا بعض المصريين اللي جايين من كافه الامارات، سواء من الشارقه، من ابو ظبي، من دبي، من عجمان، من كل الامارات هيكونوا متواجدين في هذه المباراه. مباراه هتكون مفتوحه لكل الجماهير. خليني اقول لك برضه احمد في هذا السياق ان تم عرض بعض الانديه على المتواجده هنا، طبعا لظروف انها معسكره هنا في الامارات اتعرضت انها تلعب مع النادي الاهلي، ولكن مستر كولر فضل اختيار هؤلاء يعني النادي الاخدود ونادي حتى يدي فرصه اكبر انه يشوف اللعيبه الناشئين. وزي ما انت يعني بتسال برضو على نقطه هل من الممكن ان هو هيدي فعلا، بالفعل هيدي فرصه كبيره جدا لعدد كبير جدا من الناشئين اللي اثبتوا كفاءتهم خلال الايام الماضيه. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله للمعسكر ككل، بصرف النظر عن الماتشين مهمين جدا، وزي ما قلت او بدات كلامك يا فاروق، اعتقد انها فرصه للعيبة الشباب اللي تم تصعيدهم، وفرصة كمان للعيبة اللي كانت بعيدة وعايزة ترجع تجيب مستواها. بشوف انه لعيبة زي أكرم توفيق، زي عمرو السلية، أعتقد برضو هيستفادوا بشكل كبير جدا، وكلهم أوراق مهمة جدا مع الأهلي. المشوار لسه طويل ولسه صعب، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للفريق في معسكره في الإمارات. بشكر زميلي فاروق صلاح، دي كانت أخبار النادي الأهلي.